السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المتابعين ومتابعات القناة العزيز الغني على قلبي. شكرا أخوتي وأخواتي، الله يجازيكم عني خيرا على هذا الخير اللي تديروا في هذه القناة. قناة نتاعية تامة، ربي إن شاء الله اللي غادي يجازيكم خير الجزاء. قال لك غير تفوت يديك على راس يتيم، كل زغباب 100 حسنة، وانتم تديروا الحسنات اللي ربي إن شاء الله يا ربي يبلغها لكم. شكرا لكم على المشاهدة، على البارتاج، كذلك على دوك اللايكات، وكذلك على دوك التعليق الطيبة، بحال قلوبكم يا أطيب قلوب، الله يجازيكم عني خيرا. وعلى هذوك اليتامى يا ربي آمين، وإن شاء الله أجر ثابت. المهم أخوتي، جينا نباركو ونهلو اليوم، راه تبارك الله عندها الفرحة فرحتين أخوتي. أول حاجة فضفاضة قالت لكم أنها تتوجد لشهر العسل، وفرحنا لك. وقولي احنا ما فينا صوابه فضفاضه، قولي يا. المهم قالت لكم فضفاضه راه تتوجد تبارك الله لشهر العسل، وما شاء الله تتعتني بالبشره ديالها، وما شاء الله العيد قادم ان شاء الله، الله يبلغه لينا وليكم على خير يا ربي وعلى جميع المسلمين والمسلمات. وقالت لكم ان شاء الله انها بعد رمضان عاد ان شاء الله غتفكر فين غتمشي تدوز شهر العسل هي وبوكتاف، واش غدوزو في مراكش ولا في افران، وانتوما قولوا ليها فين غتمشي تدوز شهر العسل. اختي تبارك الله الجيب عامر، سيري دوزي ياك، هو شهر 15 اليوم في افران و15 اليوم في مراكش، وقولي انا مثلا نعطيك الافكار، قولي. المهم اخوتي قالت لكم راه واخا زعما رمضان وباقي ان شاء الله حتى يفوت رمضان عاد باش تمشي شهر العسل، ولكن هي تبارك الله مع قلبها قلب قلب زعما طفل بريء، قالت لكم هي راه داك الشيء باش هي تتفرح وتتسعد بحال شي دري زعما صغير، يعني هي زعما راه تتفرح بالاشياء اللي بغات دير وتتشاركهم معاكم على بكري، فهمتوني؟ تبارك الله قلبها قلب خصايا. المهم حنينة حنينة هي الصراحة، الحنان كله. المهم اخوتي قالت لكم انها تتوجد لشهر العسل، وداك الشيء باش تعتني بالبشره ديالها. وجات اليوم كيف طلبتوا منها انها اشنو تدير البشره ديالها هي وبطبيعه الحال العائله ديالها. قالت لكم اليوم غتشارك معاكم اشنو تدير. اي يا خوتي، ولكن قبل من ذلك فضفاض، انا بغيت اختي غنقول لك ونحطوا النقط على الحروف. انتي وبوكتاف كنتو ذكرتوا الطلاق، لا انت ذكرتي الطلاق على الفوم ديالك، ولا كذلك بوكتاف ذكر الطلاق على الفوم ديالو وقال انه غادي يطلقك، وانتو ما قلتوا انكم رجعتوا. الله يا ربي يفرح قلوبكم ويجعلها ان شاء الله من لما نتاع السنين يا ربي امين. ولكن غتشاركي معانا شهر العسل، ولكن راه ما شاركتيش معانا انه جاب واحد الذبيحه وحلك من اول وجديد، حيت حنا كيف تنعرفوا ومعترف عليه ان الراجل فاش تينطق الطلاق على مراته تيقول انني غادي نطلق مراتي ويمشي يدفع الطلاق ولا هي تدفع الطلاق، راه خصهم فاش عاوتاني يرجعوا لبعضياتهم يديروا واحد الصداقه، وبطبيعه الحال يجيب واحد الذبيحه. تنقولوا الدارجه تاعنا المغربيه حلل مراته من اول وجديد، حنا ما شفناش عندكم هذا الشيء ولا درتو شي صداقه، شفناك ها نهار رجعت تقلبي على الكرا، لقيتي الكرا، نظفتي الدار، سيقتي الدار، فرشتي الدار، زازتي الدار، لا كويزين، ثلاجه، ولكن السويدقه ما شفناهاش اختي، فين هي؟ ولا فلوس السويدقه مشاو في السنيدقه. المهم يعني تنقول لك راه خصو يجيب لك ذبيحه. ودني ودني منك عاد هذيك الساعه اختي، انطلقوا الى شهر العسل. المهم المباركه الثانيه غادي نباركوا لك، قلتي انهم ان شاء الله غادي يجيوك سدادر. واخيرا فضفاضه بعد 16 سنه يا اختي نتاع المعاناه، بلا صالون بلا سدادر، اخيرا تحقق الحلم ديال فضفاضه. شوفوا كي تيصيفطوا هاد بول. يا محرشين على القدم ونموتو، ها نجي نهضر على فضفاضه ولا سمسمه القه بر بر، والله لا شتتي افكاري. المهم اخوتي قالت لكم راه سداد القريب غادي يجيو، حتى هي حققت الحلم ديالها. اشوف يا فضفاضه غير بالمهل تيتكال بالداز، والاحلام مادام كاين ادسنس تيدخل ومادام كاينين داعمين في التيك توك، والله حتى حتحقق ان شاء الله كل شيء بتيسير ان شاء الله الحال، حنا ما حاسدين حد. المهم قالت لكم راه غادي يجي الصالون، وان شاء الله يجيو الطليمطات، وان شاء الله تحقق الحلم ديالها من بعد ما يتوسخوا، حاشاكم عزكم الله، غديرهم في الماكينه تاع الصابون، ولكن الماكينه راه باقي ما جاتش، عافاكم المحسنين
هلو بالماكينه تاع الصابون قبل ما دير تفريشه وتكملها كامله. المهم فضفضه مبروك عليك، والعقوبه ان شاء الله هاد السداد اللي غديري يكونوا ان شاء الله سداد مباركين، وهذيك العسبه تكون مباركه، وان شاء الله يا ربي يجيو الناس يباركوا لك ويجلسوا فوق هذوك السدادر يباركوا لك ان شاء الله على شي وليد ولا على شي بنيه، يفرحك ربي بهم. وهاد العواشر حنا راه ما تنحسدوا حد، ما تنبغيو حاجه خايبه لحد، بالعكس دعواتنا مع خوتنا واخواتاتنا المغربيات والمغربيين بطبيعه الحال راه قلبنا تينبض بالتمغربيت وبخوتنا وخواتاتنا، غير حنا بطبيعة الحال القنوات داكشي اللي ما تيعجبناش فيهم راه تنخرجوا وتنتقدوهم واحد انتقاد بناء وصافي. المهم اخوتي راه قنوات نتاع انتقاد راه في العالم كامل. المهم قالت لكم راه غادي يجي الصالون وفرحانه، وقالت لكم راه تتوجد راسها على حساب زعما العيد، قالت لكم ان شاء الله باش تتقبلوا بواحد البشره رائعه، ووراتكم لاكام او اش غنقول لكم الباك اللي فيه لاكام، يعني هذيك لاكام كامل اللي تدير تبارك الله للشعر، هذيك الزيت نتاع الشعر وكذلك الصابونه نتاع النيله، المهم والكريمه وداك الشيء المهم نتاع لاكام كامل. ولكن راه واخا تشوفوا رقم التليفون نتاع مالي لاكام قدو قداش في الشاشه قدام لا فيديو لا لتحت، راه ما تقولوش هي دايره الاشهار. قالت لكم هي راه ما دايراش الاشهار، راه تاخدوا فلوسها، واخا الفيديو كله مبني على شهر العسل وتنوجد راسي لشهر العسل باش يكون هذاك لاكام عنده واحد الاشهار خاص بيه. وفكرات وفكرات اخوتي بالفكره نتاع راني تنوجد راسي لشهر العسل وتندير العنايه للوجه ديالي والعيد على الابواب، الله يبلغوا لينا وليكم على خير يا ربي. بطبيعه الحال ناض دارت واحد الفكره نتاع الاشهار لهذاك لاكام وشاركت معاكم بطبيعه الحال كيفاش تستعملوه، وريتكم الصابونه كيفاش تجي على الوجوه، وتبارك الله من بعد ما تغسلوا الوجه تيبقى تيشقشق ما شاء الله، وانتم اللي طلبتوا منها لا في التيك توك ولا كذلك في اليوتيوب انها تشارك معاكم شنو تدير لوجهها ولا كذلك العائله ديالها. وقالت لكم هاد لاكام راه تنستعملوه كاملين حتى الام ديالي، الله يحفظها لكم يا ربي يحفظ لينا المواد ديالنا. وهذا قالت لك هو لاكام اللي ما نقدروش نستغناو عليه، رائع وعنده تبارك الله واحد الفاعليه للبشره اللي غزاله بزاف. وفضفاضه دارت لكم اشهار، الفيديو كله اشهار على داك لاكام، وقالت لكم هي راه ما دايراش لكم الاشهار ابدا ابدا، راه واخده فلوس. وانا هريك يا فضفاضه، ها وريني ها وريني اختي هاد الافكار عندك منين تتجيبيها؟ انت حاطه رقم التليفون قدو قداش، كل ساعه تصوري وتشكري وهذا الشيء. وحنا تنعرفوا اخوتي اصحاب اليوتيوب كاملين راه بطبيعه الحرة ما تيوريوش اي حاجه الا ما كانوا شادين عليها الفلوس، ثم الفلوس عادي يدوزوها في لا فيديو، حيت بطبيعه الحال عندهم هذيك القناه اصبحت بحال واحد الشركه تتعرض المنتوجات اللي بغى اي واحد يدير اشهار ليهم باش يتعرفوا عليها الناس والمتتبعين ديالهم، انهم تيطيقوا في هذاك بطبيعه الحال اليوتيوب او اليوتيوب اللي تيشاهدوه بطبيعه الحال راه غيطيقوا فيه وغيطيقوا في هذيك لاكام، حيت هو عاطيهم هذيك الاشهار ديالها وواثق فيها وقايل انه تيستعملها. وهذا الشيء اللي دارت فضفاضه في هذا الفيديو، دوزات اشهار نتاع هذاك لاكام واستعملتها قدامكم، وفي التالي تقول لكم ابدا راه ماشي اشهار. عاود اخوتي وقفات حدا المرايه وتقول لكم شوفوا راه واخا بنادم يكون كتريه تيشقشق ويكون زوين، راه لا ما كانش قلبه زوين راه والو، راه يكون قلبه زوين راه كل شيء زوين ليه، راه يبان تيشعشع للناس، ولكن لا ما كانش قلبه زوين راه واخا يكون تريه تتشعشع راه يبان الناس زعما راه خايب. ياك اختي عندك الحق، صراحه القلب خصو يكون زوين والانسان ما يكونش كذاب ويقول راه غادي نطلق وينوض يديرها دبزه ربي اللي عالم بها وعطيني نعطيك، وفي التالي بنادم راه داير الخطط لحياته، ارجع الي ارجع اليك وشهر العسل وسير حتى، وفي التالي يقول لك انا راه شوف بنادم واخا يكون ترياتي شقشق. واختي واختي راه العواشر هادي، واختي راه العواشر هادي ولا حول ولا قوه الا بالله. صافي اختي حنا حفظنا رقم لاكام لاكام
كل شيء اختي حنا حفظناه. المهم تلفتيني، كل شيء اختي حنا حفظناه، وتبارك الله الزيوت اللي تديري لشعرك وكل شيء، وغنستعملوا هاد لاكام هادي تاع تفاد فاضه، وغادي نتصلوا بهذاك الرقم اللي تيبيع هذيك لاكام. صافي وصلتي لنا المعلومه، الله يكثر خيرك وبسلامة عليك. وخا بنادم يكون كديدي براه تبارك الله عليه، تيعرف كيفاش يستفهم، كيستف الميعن في الكوزينة. تبارك الله عليك فضفاضة. بسلامة عليكم اخوتي.